كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. وصفتنا اليوم جدا مميزة، راح أسوي معاكم وصفة من المطبخ الكويتي اسمها خبز عروب أو كباب عروب. راح أحط اللحم المفروم، وراح أحط البصل مع الفليفلة والفلفل الأخضر الحار، الطماط المفروم، الكزبرة مع الشبت المفرومين، عندي هني بصل أخضر مفروم، مقدار من البقدونس المفروم، مقدار من الملح على الخليط اللي عندي في مقدار من الفلفل الأسود. تشكيلة البهارات اللي أنتوا تحبونها تقدرون تضيفونها على الوصفة هذه، ما في بهارات محددة. وطبعا عندي هني شوية ثوم مهروسين، الكزبرة المطحونة، وعندي هني بهارات مشكلة، وعندي هني شوية كركم، كمون مطحون. أخلط بدون أي سوائل، بضيف البيضة، وبضيف شوية من عصير الليمون، دبس الرمان. الوصفة هذه ما تقدرون تخلطونها بالفرامة. الحين راح أضيف مقدار من الطحين الأبيض، مقدار من الطحين الأسمر، مقدار ملعقة النشا. طبعاً التشكيل يكون بهاي الطريقة. وصفتنا صارت جاهزة، خبز العروق أو كباب العروق، شكلهم على نفس الحجم، وقلوهم وقدموهم، وعليكم بألف عافية.